תודה רבה. שוקרן. נושא השני. الموضوع الثاني فشل الحكومة في كل القضايا المدنية والاقتصادية. عضو الكنيسة مائير بوروش فلي يتفضل. يعني كانت هذه كلمة رئيس المعارضة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي ابتدأها بتقديم التعزيات الحارة لضحايا العمليات التي حدثت في إسرائيل في الآونة الأخيرة. كما قال رئيس المعارضة الإسرائيلية أن الحكومة الحالية هي حكومة مشلولة في أزمة عميقة، فهي لا تقرر ولا تحارب الإرهاب بحسب وصف نتنياهو. وقال أن السياسة الإسرائيلية الحالية لا تقر في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بل في مجلس الشورى، شورى الحركة الإسلامية. وقال أن الحكومة الحالية تعاني من ضعف وظلام ولا تمنح الشعور بالأمان للمواطن الإسرائيلي. وصف الحكومة الحالية بأنها لا تعالج قضية إيران ولا تبت حتى في القضايا الرئيسية والمصيرية للمواطن الإسرائيلي، واتهم حكومة بنت بتضليل جمهوره، وأنه يجب أن وأنها حكومة فاقدة للشرعية بحسب وصفه. أعود وأرحب بالمحلل السياسي شكيب شنان. يعني كيف تعقب على الكلمة الافتتاحية التي تولاها هذه المرة على يعني اختلاف السنوات السابقة بنيامين نتنياهو، والتي ركز خلالها على فقدان حكومة بنت الشرعية، وأن القرار السياسي في هذه الحكومة يتم في مجلس الشورى الإسلامية؟ دعنا نقول لا جديد في كل ما قاله بنيامين نتنياهو. هذه الكلمات سمعناها خلال الأشهر الأخيرة في كل الخطابات أشخاص رجالات المعارضة، وكل الوقت طرحوا هذا الطرح. الحقيقة تكمن في مكان آخر، وخطاب نتنياهو يقول أنه لا غير متواجد هناك. لا يوجد حتى هذه اللحظة أغلبية لنتنياهو لإسقاط الحكومة، وهو يذهب طبيعي كرئيس معارضة إلى الحديث عن فشل هذه الحكومة وعدم قدرتها على الوقوف في التحديات أمام العمليات التي يقوم بها الفلسطينيين، وعدم قدرتها على مواجهة التحدي الإيراني الأكبر لإسرائيل، وكل هذا كل شيء. فيش ولا أي كلمة جديدة سمعت في خطاب نتنياهو. كل الخطاب هو اجترار لمصطلحات ومواقف سبق أن سمعناها. وإن دل ذلك على شيء يدل أنه نتنياهو لم يفلح بعد. وأن تمنح الكلمة الافتتاحية للرئيس المعارضة، ألا يعني ذلك فشل حكومة بنت في إرساء القرار؟ لا، هون الموضوع حسب البروتوكول هو القضية قضية حجب ثقة عن الحكومة، ومن يطرح حجب الثقة، حجب الثقة الأول كان من قبل الليكود، وحزب الليكود يختار من هو نائب البرلمان الذي يقوم بمهمة طرح حجب الثقة، وتم اختيار بنيامين نتنياهو كرئيس ذاك. وليس فقط الانسحابات والانشقاقات في الحكومة الحالية، بدون شك الانسحابات والانشقاقات في الحكومة الحالية لا تزال تعطي الحكومة حق الاستمرار. يعني ما في 61، احنا موجودين بحالة الرقم السحري 61 مش موجود مع نتنياهو حتى. يعني خلينا نقول الحقيقة، في عندك 60 نائب في البرلمان لا يزال يؤيد الحكومة، 59 نائب بعد انضمام شكلي وبشكل لا يخضع للجدل إلى المعارضة أصبح 59، وعيديت سلمان لم تنضم بعد للمعارضة. يعني إذا إحنا بنقرأ الصحافة الإسرائيلية تحدثت عن 60 و59، عدد أعضاء البرلمان في إسرائيل لا يمكن للحظة واحدة أن يكون 119، دائما يجب أن يكون 120.
لذلك 59 معارضة عيديد سلمان تتخوف من إمكانية الإعلان عنها كمنشقة، لذلك لن تنضم للمعارضة. يعني ما بدأ يصيبها كيف صاب شكلي. شكلي بالبداية لم يعني منذ إقامة الحكومة 9 أشهر لم يعلن عنه كمنشق، رغم عدم انضمامه لتأييد الحكومة منذ تأسيسها. وعيديد سلمان متواجدة الآن في نفس المكان، هي لا تستطيع أن تذهب إلى المعارضة ولا وأعلنت انسحابها من الائتلاف. يعني لا يزال هنالك أغلبية 60-59 لصالح الائتلاف الحكومي، وهنا يأتي تأتي المرحلة الآتية، والمرحلة الآتية هي صراع ليس بين نفتالي بنت وبنيامين نتنياهو، الصراع يدور بين الرأس المدبر لهذه الحكومة ومؤسس هذه الحكومة يائير لابيد وبنيامين نتنياهو رئيس المعارضة. كلاهما يبحث، يعني يائير لابيد يبحث عن الحفاظ على 60، ونتنياهو يبحث عن معارض إضافي واحد ليصبح مع 61 ويلغي هذه الحكومة. ما دام فيش عنده معارض، وطبيعي إنه المرشحين 3 نير أوربخ، أبير كرة، وأيلة شاكين، وكلاهما معا يعني نتنياهو لا يريد أن يدفع الثمن. يعني آخر شغلة كان نتنياهو بده يسويها، أو سارة كانت بده تشوفها، أنه نتنياهو عابط حبيبة قلبه أيلة شاكين ومرجعها على الليكود يعني وفتح لها الأبواب. تحدثنا عن سيناريوهات الانشقاقات والانضمام، ماذا عن موقف القائمة العربية الموحدة ومع استئناف الكنيسة أعمالها اليوم؟ هل ستبقى على موقفها في تعليق نشاطاتها في هذا الكنيسة، وخاصة بعد تصريحات مقربة من منصور عباس التي قالت أن المشكلة جدية وقائمة وهناك غضب من هذه القائمة تجاه رفض مطالبها؟ خلينا نكون واقعيين، القائمة العربية الموحدة لا تخاف من انتخابات جديدة، فهي شبه متأكدة أنه حتى في وقوع انتخابات جديدة سيكون لديها الكم الكافي من الأصوات لتعود لتمثل ثانية في الكنيسة القادمة. يعني القائمة العربية الموحدة جرأت على الذهاب إلى أمر لم يحدث في إسرائيل منذ قيامها حتى هذه الانتخابات، وهو كون حزب عربي مستقل شريك في الحكومة. ولذلك هي تبحث عن 3 أمور أساسية بالنسبة لها. الأمر الأول هو موضوع المسجد الأقصى وما جرى به في الشهر الأخير، خلال شهر رمضان الأخير، وهذا أمر يعني يتعلق ليس فقط إنه أيضا بالأردن، وله يعني خلال نفوت له بده ساعة حديث. الموضوع الثاني هو موضوع الحفاظ على قاعدتها الجماهيرية في الجنوب لدى بدو النقب، وهنالك أخذت 50,000 صوت. هذول 50,000 صوت يتوقعون منها أن تأتي بديفيدند، يعني أرباح تعطيهم الاستمرارية، وهي الاعتراف بالقرى البدوية الغير معترف بها. والشأن الثالث هو موضوع يعني بقية المواطنين العرب في داخل دولة إسرائيل بما يتعلق في حقوقهم، وخاصة قضية البناء والكهرباء. يعني هذول 3 نقاط الأساسية. يعني منصور عباس لا يريد حل الحكومي، هنالك صوتين يتعاليين في داخل القائمة العربية الموحدة، وحسب رأيي أنا ومن خلال معرفتي لكلاهما، يعني أنا مازن غنايم صديق شخصي حميم جدا وأعرف جيدا السيد منصور عباس، كلاهما لا يريد حل الحكومة، كلاهما يريد الحصول على الأرباح التي كانت مرتجية من عملية دخول الحكومة. وإذا الحكومة لا تذهب إلى التعامل معهم بمعيار أنه بكفي ضحك عطقون، يعني إحنا اتفقنا على أمور يجب تنفيذ هذه الأمور، ويجب إعطائنا أنه نفتح عيننا، يعني العين الحلوة بدهم عينهم تكون مفتوحة أمام جماعة
جماهير انه احنا لم نذهب هباء، احنا مش مضحكي لا عند لبيد ولا عند نفتالي بنت ولا عند جانس ولا عند ليبرمان، احنا قبلنا بامور كبيره وفتنا على حكومه فيها مركبات تتناقض مع مواقفنا ومع مبادئنا ومع ومع ومع، ليس لنعطيهم الحكم انما ليكون لنا نصيب من هذا الحكم. اذا لم تحصل القائمه العربيه الموحده على ما على حلول او على يعني جدول زمني يتم فيه اعطاء، يعني كيف حكى اليوم النائب مازن غنايم في احدى تصريحاته قال اعطونا 53 مليار على الورق، احنا بدنا 53 مليار بالقجي، يعني بدنا نفوتهم على جيبتنا، بدنا نشوفهم على الطاولة قدامنا، بدنا نشوف المجالس المحلية مخذيتهم، بدنا نشوف شبابنا وشاباتنا مندمجين، بدنا نشوف حياتنا الاقتصادية مختلفة، بدنا وبدنا يعني إذا لا. وهون يعني يخطئ من يظن أن القائمة العربية الموحدة غير جادة بما تقول، هي جادة جدا. هناك طرح آخر سأناقشك به بعد قليل، لكن قبل ذلك أتحول إلى مراسل أدهم حبيب الله الذي ينضم إلينا من مقر الكنيسة في القدس. أهلا بك أدهم. يعني هناك اليوم عدة مواضيع متوقع أن تتناولها الجلسة الافتتاحية للكنيسة بدورتها الصيفية، مشاريع قوانين، استقالات وانشقاقات، لو تلخص لنا أبرز المتوقع اليوم أدهم. نعم، على ما يبدو بأننا أمام صيف حار تحديدا في الكنيسة الإسرائيلية، عندما نتحدث عن خلافات وانشقاقات داخل الائتلاف الحاكم. بطبيعة الحال اليوم وصلنا إلى هنا بعد عطلة دامت أكثر أو قرابة شهرين، هناك حالة من الترقب بعد أن قامت إيديت سيلمان من حزب يمين ورئيسة الائتلاف الحاكم بالانسحاب، وأيضا تجميد القائمة العربية الموحدة لعضويتها داخل الائتلاف الحكومي. يعني هناك توتر داخل الائتلاف الحاكم وأيضا داخل هذه الحكومة، وأيضا هناك محاولات من المعارضة الإسرائيلية لاختراق هذا الائتلاف الحاكم من أجل الذهاب إلى الانتخابات. على ما يبدو بأن هذه الفترة ستكون حامية الوطيس، هناك من وصفها بالعاصفة تحديدا في مثل هذه الفترة الحساسة التي تمر بها إسرائيل على المستوى الأمني أنسام، إن كان ذلك العمليات التي جرت خلال الأشهر الأخيرة، إن كان ذلك التوترات داخل المسجد الأقصى، إن كان ذلك أيضا على المستوى الإقليمي، جميعها لها انعكاسات داخلية، لا سيما بأن هذه الحكومة هي حكومة غير منسجمة على مستوى الأطراف، إن كان ذلك من الأحزاب اليمينية وأحزاب اليسار، ولذلك من الصعب بالطبع أن نتتبع أو لربما نرصد مستقبل هذه الحكومة على وقع كافة الخلافات. بالإضافة إلى ذلك أيضا يعني وصلنا قبل قليل من بعض المقربين من القائمة العربية للتغيير برئاسة الدكتور أحمد الطيبي بأن هناك تفاهمات من تحت الطاولة بينها وبين حزب يش عتيد وتحديدا مع وزير الخارجية يائير لبيد فيما يتعلق بمستقبل هذه الحكومة. نحن نتحدث هنا عن ضمان أو شبكة أمان حتى موعد إسقاط الحكومة مثلا، ولذلك خلال هذه الفترة لربما إحدى القوائم العربية قد تمتنع عن التصويت خلال هذه الفترة، ما يعطي شريان الحياة لهذه الحكومة أن تستمر ومواصلة عملها بالطبع خلال فترة الصيف. هذا على مستوى يعني بالطبع التحديات أو لربما التركيبة الحكومية. نعم، عذرا على المقاطعة.